يا لكل من انضم معنا في هذه الاوقات وثبت الموجة على اثير اذاعه الشبيبه. انا ما ادري ايش اللي خلاني افضى عمري قبل شوي وقول نسبتي على الهواء، لان في هذه المحطه اعزائنا المتابعين راح يكون معايا عبر الاتصال يعني واحده من الطالبات اللي يعني عانقت الحلم اليوم، وبالنسبه لها يمكن هذا اليوم راح يخلد في ذاكرتها، ما راح تنسي هذا اليوم، وعشان احنا هذا اليوم ما تنسي ويخلد في ذاكرتها، لان هي اليوم رفعت راسها لها، ولان اليوم جابت نتائج ما هي اي نتائج ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد، جابت 100% في نتائج تعليم الدبلوم العام. اعزائنا المتابعين نرحب معنا عبر الاتصال بعائشه بنت فهد بن علي البدواويه. عائشه مساء الخير. مساء النور والسرور. اهلا وسهلا بك، واحنا سعيدين انك موجوده معنا عبر اثير اذاعه الشبيبه هنا في برنامج ادرينالين بالتحديد. واول شيء اول شيء اول شيء نقول لك الف 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 مبروك. الله يبارك فيكم يا رب، وانا جدا سعيده على هذه الاستضافه الجميله وممتنه جدا لاذاعه الشبيبه. خبرينا القصه، خبرينا التحديات، خبرينا الصعوبات، كذا احكي لنا او عبرينا على اللي يدور في خاطرك. انا يا دوب قدرت اوصل لك عائشه وقدرت تردي على الاتصال عندنا، ما شاء الله اليوم التهاني والتبريكات من كل مكان. ما شاء الله الحمد لله يا رب، شعور جميل جدا. وحاب ابدا بايه من ذكر الله سبحانه وتعالى، وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. الحمد لله الحمد لله يا رب، بعد المصاعب والتحديات اللي واجهتها طوال السنوات الماضية الحمد لله نلت هذه النسبة المتميزة والممتازة الحمد لله. أقول أنا أدري اليوم الكلمات تخونك، اليوم مشاعر الفرح هي اللي طاغية على الكلمات، اليوم كل شيء جميل نعتقد قاعدة تحسيه. أبي توصفي لي شعور أمك وأبوك أول ما طلعت النسبة، أبي الرياكشن اللي صار وردة الفعل اللي صارت. الحمد لله كل حد كان سعيد، و شعور لذة الفخر والفرحة شفت تبعي من أمي وأبوي وإخواني وكل أهلي الحمد لله يا رب. شعور أتمنى إن شاء الله كل طالب وطالبة من دفعة كامبريدج دفعة 24 إنه يكونوا سعيدين وفرحانين يا رب. يا رب. تعرفي عايشة إنه الحين بالتحديد في عدد من معلماتك قاعدين يسمعون هذا اللقاء بشكل مباشر، فشو تقولي لهم؟ أنا وايد فخورة وايد فخورة كوني إحدى طالبات مدرسة النهضة، وشكرا لمديرة المدرسة وللإدارة ولكل معلماتي سواء كانوا من مرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية، شكرا وايد. وعايشة جدا سعيدة اليوم بهذا الشيء الحمد لله، طبعا هذا فخر لي ولهم ولكل حد أعرف الحمد لله. أكيد أكيد، وإحنا فخورين هم بك عايشة. طيب عايشة، إذا اليوم جاك أحد الطلاب اللي مقبلين على الثانوية العامة وقال لك يا عايشة عطينا نصيحة، انصحينا ما شاء الله عليك إن نقدر نوصل للنسبة اللي أنت وصلتينا، شنو راح تقولي لهم؟ وايد أشياء ما شاء الله، في وايد أشياء. أول شيء طبعا القرب من الله سبحانه وتعالى، وإن يداوم على الصلاة والصدقات وذكر الله سبحانه وتعالى، وإنه دائماً دائماً في المواقف الصعبة والأوقات اللي يكون فيها الإنسان ضعيف طبعاً دائماً يلجأ الله سبحانه وتعالى. صحيح. فإنه وطبعاً مع الاجتهاد والمثابرة والسعي والمذاكرة. والمذاكرة والسهر ليالي، يعني ومن طلب العلا سهر الليالي. أيوة. يمكن هذا الشيء اللي احنا سمعناه من يوم واحنا صغار، انك اذا بغيت توصل اللي انت محتاج انه واللي انت ترسمه لازم انك تجتهد، لازم انك تتعب، لازم انك يعني ما تقعد تنشغل بالاشياء اللي تشغلك عن الدراسة. طيب عايشة انا ما ابي اطول عليك، ابي اخليك ترجعي تستمتعي بالاجواء مع اهلك، احنا بس حبينا ان نكون قريبين معاك وحبينا ان احنا نكون في ذاكرتك في هذا اليوم الجميل والمختلف بالنسبة لعايشة ظهرت معاك. أنا أبي بس إن عايشة يعني شنو طموحها المستقبلي، إيش حابة تكون؟ الله على السؤال صعب. إن شاء الله طب يا رب يا رب يا رب، الله يحقق أمانيك وأحلامك وتظلين دوم كذا رافع راس أهلك، وتظلين دوم كذا في المقدمة، وتظلين دوم يعني مجتهدة، وإن شاء الله أمانيك تتحقق وأحلامك تتحقق، وبإذن الله تعالى أن نستضيفك في يوم من الأيام أحد الأطباء الناجحين اللي صار له مسار كبير وتفتخر به عمان بأكملها، مثل ما اليوم عمان تفتخر بعايشة أنها وصلت لهذه النسبة اللي تعبت واجتهدت عليها. ألف مبروك مرة ثانية عايشة، وخليك ترجعين تكملي الفرحة مع أهلك. شكرا جزيلا والله يبارك فيكم، وشكرا لكل دعواتكم الطيبة وتهانيكم، عايشة جدا ممتنة لكل هالأشياء والحمد لله يا رب.
الحمد لله على تمام الكمال. الحمد لله رب العالمين. ألف مبروك مرة ثانية. شكرا عائشة، مع السلامة. مع السلامة.